خير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن وافضل حال. النهارده هنعمل مع بعض شويه مشروبات للناس اللي هي بتعمل دايت، ودايما في عز الحر والولع اللي احنا فيها دي ما بنبقاش عارفين نشرب ايه. بيبسي ممنوع، حتى بيبسي الدايت الى حد ما الواحد برضه بيبقى شاربه بتأنيب الضمير. طيب انا فكرت نعمل شويه مشروبات نحولها من مشروبات ساخنه لمشروبات ساقعه، دايت للدايت، ناس بتعمل دايت وناس مش حابه كمان مفيش اي مشكله تشرب. يلا مع بعض نشوف هنعمل دلوقتي. انا غليت ميه عادي خالص في الكاتل، ما عنديش كاتل اغلف براد، يعني اي حاجه تريحك يعني اغلي فيها. معايا طبعا زي ما انتم شفتوا برده باكيت شاي بالتوت، باكيت شاي بالفراوله، جنزبيل بالعسل الابيض. احنا عارفين ان دي كلها مشروبات ما فيهاش اي نوع يعني يبوظ لنا الدايت، لا كلها شاي بالفراوله، شاي بالتوت، الجنزبيل حاجه صحيه، يعني ما فيش اي مشكله. طب احنا في الحر والجو حر جدا جدا وكارين الحاجات السخنه، طب تعالوا نحولها من حاجات سخنه لحاجات ساقعه. هنعمل ايه؟ انا جبت تلج، جبت كوبايات عصير، هحط انا ايدي طبعا نظيفه ومغسوله، هحط تلج، هي تنزل دلوقتي، هنصب عليها الحاجة السخنة هنصب طبعا جنزبيل بالعسل الابيض. المشروبات دي طيب بتتباع فين يا نرمين؟ في اي سوبر ماركت هتلاقوها بتتباع، هي موجوده في اي سوبر ماركت. حتى لو شاي اخضر ممكن تحوليه من شاي اخضر لسخن لشاي اخضر ساقع، مش هيقول لا. اهو زي ما انتوا شايفين حط الشاليمو كده. معانا اول مشروب، نيجي للمشروب الثاني. نيجي للمشروب الثالث، شاليمو بقى. دي بتبقى شاليمو يعني في اي حاجه، انا ما برميهاش، بغسلها واشيلها بصراحه. عملنا ثلاث انواع مشروبات غازيه، عملنا جنزبيل بالعسل الابيض، احنا عارفين فوائد الجنزبيل، عملنا شاي بالفراوله، عملنا شاي بالتوت، ومشروبات دايت جميله. تعالوا مع بعض بقى ندوق كده. الجنزبيل تحفه بصراحه، انا اصلا من عشاق المشروبات اللي هي في اي حاجه فيها جنزبيل، بحبه جدا. وعملنا ثلاث انواع مشروبات، انت بقى اعملي الكميه المناسبه معاكي. عامله دايت بقى وزهقانه مش عارفه تشربي ايه ومحتاره، وانا زهقت من الحاجات السخنه، لا حولنا الحاجات السخنه لحاجات ساقعه جميله. عندك صودا ممكن تحطي فيها شويه صودا، انا بيبقى عندي بس ما عنديش المره دي، انت لو عندك صودا حطي فيها شويه صودا، بقت مشروبات غازيه وجميله. اتمنى بجد تجربوا وصفتي في المشروبات الساقعه دي. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش طبعا في اللايك والشير والسبسكرايب، ما تنسوش تشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد من قناه بيت العيله واكلات نرمين، وباي باي.